إذا مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا النقل المباشر من نواحي بن سيمان، بالضبط من ليلى. فصدق أو لا تصدق قصة اللي غادي يعاودوا لنا جوج خوت، فهي خطيرة جدا. فاتصلوا بقناة الشعب، قناة شوف تي في، باش يحكيوا المغاربة اشنو وقع عليهم ملي توفى الاب ديالهم. تفضل سيدي، مرحبا بك على قناه شوف تي في. خويا الوليد الله يرحمه توفى لينا نهار الخميس الجمعه الصباح، بغينا ندفنوا الوليد. جا واحد حبسنا ما عرفناش عليه السبب، اشنو علاش قال لكم يتدفنش في الارض عندنا. ملي هذا الجار ديالكم؟ هذا جارنا، اياه جارنا، اياه الدوار عندنا، من القبيله عندنا، من الجماعه دوار طرش. دوار طرش خويا، ملي بغينا ندفنوا الوالد ما لقيناش فين غادي ندفنوه. قلنا شنو غادي نديروا؟ عندنا الروضه في النص، عندنا في ديال جدودنا، وما بقاتش كتدفن. واخا كمل كمل. هي وما بقاتش اخويا كتدف في الروضه عندنا والمقبره. المهم هما هذا الروضه كتدفن عندهم وحنا ما بقاتش كتدفن عندنا. ملي ما لقيناش فين ندفنوا الوالد، مشينا حفرنا ليه فوق القبوره اللي قدام شويه وهذاك الشيء، وحفرنا ليه ودفنا الوالد. ولكن الامر اللي بقى عندنا حنا دابا، وهو العائله ديالنا، عائله الوالد. كملي لنا هضره شغل. اييه. الاب ديالكم ما خلاكمش تحفروا القبر ديك الليله؟ اييه. تنيتوا؟ ما اتصلتوا حتى بشي مسؤول؟ ما اتصلتوا بحتى شي؟ الوالد مع ميت مسكين بالليل مع صلاه العشاء، وقلنا غادي نبقاو تجي الاجراءات وهذا، فهمتيني، غادي نطولوا شويه. الله يرحم الوالدين. وقلنا والله ما احسن نقضيو في بلاد جدودو. واخا كمل لي، ملي ما خليكمش تحفروا القبر شنو درتوا؟ ملي ما خلاناش نحفروا القبر، مشينا للارض ديال جدودو وهذاك الشيء، لقينا شي قبوره قدام بعداك شويه، فمدفن سنين طويله شويه، وحفرنا ليه تماكن ودفنا الاب ديالنا تماكن في الارض ديال جدودو بعداك. ايوا خويا، المشكل اللي عندنا حنايا دابا هاد العائله اللي باقا ديال الوالد، ولادو ولاد خويا ولاد ولادو، هذا المشكل دابا فين غادي ندفنوا؟ فين غادي ندفنوا حنا؟ دابا انتم وليتوا خايفين اللي توفى لكم شي فرد اخر من العائله. الله يرحم الوالدين. ما غاديش نلقاو فين ندفنوا اخويا، خاصنا نشوفوا ندبروا على شي مقبره ولا شوف. انا كنطلب الاب ديالكم فوق القبوره ديال الناس. اييه اخويا، فوق القبوره ديال الناس. وكنتمنى دابا من المسؤولين الله يرحم الوالدين، هذا الشيء يوصل لجلالة الملك. راه حنا ما الشيء راه اثر فينا بزاف، واثر لينا في حياتنا بزاف، وما كاينش شي واحد اللي كيمنع المقابر على الدفين. الله عطانا ارض تستر المؤمنين، وما عرفناش اخويا. ما شاء الله، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة. واخا تأثرت نفسيا بزاف بزاف، الأسرة، الناس، القبيلة، أي واحد سمع هذا الشيء أثر بزاف أخويا. اللهم إنه منكر، اللهم إنه منكر أخويا. القبيلة كيفاش تلقات الخبر؟ القبيلة أخويا كل شيء كيقول لك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وعورطوا به ناس وما بغاش يسطع عليه، عورطوا به ناس باللي من عائلته، من عائلته، من اللي سمع الوالد توفى. هو كان كيقول لهم هذاك الناس راه ما يدفنوش عندنا حنا في تما كني في المقبره، وبالفعل داك الشيء اللي كانوا فيه حقق النتيجه، حقق النتيجه ديالو الله اللي خلص. وكنطلبوا من المسؤولين، مسؤولين وجلاله الملك. هو شو عدوا الناس شنو قال لهم شنو؟ ما بغاش بتاتا، قال لهم هذا الكلام اللي كتقولوا هو اللي ما كاين. علاش ما شنو؟ قال لهم يديوه فين ما عجبهم. هاد الروضة ما يتدفنش فيها، هنا ما يتدفنش. عاد فاش هي فاش مشينا دفناه فوق القبورة القدام في بلاد جدودنا. خطير دفنتوه فوق القبورة ديالنا. اييه اخويا، فوق الروضة ما مدفنا شحال هذا قديم ولا الله اعلم اخويا. ودفنا الوالد. اذا انتم متأثر لواحد الدرجة كبيرة بزاف بزاف. العائلة ديالكم كيفاش متدمرة من هذا ما وقع؟ بزاف اخويا، شي خطير، ماشي عمره ما كان، ما شاء الله، لا حول ولا قوة الا بالله العظيم اخويا. ما تاثرنا بزاف اخويا، حنا باقي لحد الساعه دابا مصدومين. عائله مصدومه، عائله مصدومه دابا. خاصنا كنشوفوا من حنا الاعمار بيد الله، ولكن كنشوفوا دابا
الا توفانينا شي واحد فين انا بلاصه غنديو ليها انا بلاصه غننتميو ليها وحنا الروضه عندنا قدام الباب المقبره قدام الباب حدانا ما بعيداش منا بزاف اخويا وملي تعود الروضه حداك وغادي هاز واحد الجنازه غادي بيا لشي بلاصه اخرى راه مستحيل لا حول ولا قوه الا بالله العظيم ما شاء الله وكارثه هذه ما خصهاش تكون ما شاء الله هذا الاخ ديالك هاك اخويا اخويا انا عندي الحزن من جهه السيد بزاف ما كنتش عليك هذا الاب ديالي ما تقبلش هذا الشيء كله والله ما تقبلته انا انسان كوميرس في السوق وكنسمع شي حاجه انسان كيجي يعزيهم كيقول لي انت بصح باك ما دفنوش في الروضه علاش هذا الشيء كله كنقول هذاك السيد امر لله كندعي لله الحق سبحانه اذا ماشي زعما اثر في قلبي بزاف ولحد الان ماشي ما مأسف بزاف انا من هذا الشيء كله ما بغيتش هذا الانسان يدير بحال ما كيكون حيت كانت عندنا مع صداقه كان بحال خونا وعزيز علينا وماشي زعما من يكون عايج عندنا مباشره يقول لنا بان هذا الاب ديالكم ما تدفنوش في الروضه نقدروا نديروا حل نديروا شي حاجه نخلوه كاع في الروضه خارج الروضه كاع ماشي مشكل دري هانيه ما ونتقبلوا هذا الشيء واخا النفسيه ديالكم دابا كيف دايره خويا مأثر بزاف خصنا المسؤولين يتدخلوا في هذا الامر درتوا شي شكايه عند لا ما درناش علاش ما درناش ما درناش الوالد كان توفى شويه بالليل وهذاك الشيء وما حيت الا درنا شكايه وغادي تمشي تهبط للدارك وهذا وغادي يتعطل الراجل وهذا هو اللي دعتنا الضروره نمشيو ندفنوه في جدو في الارض ديال جدوده واخا النفس ديال الوليدات ديالكم كي دايره النفس ديال الوليدات ديالنا حنايا دابا لحد الساعه كيقول لينا الاولاد ديالنا كيقول لينا احنا في الغد دابا تعود تدفنونا يلاه في الغد ندفنونا وليداتنا صغار كيقول لك في الغد ندفنونا وما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله العظيم هاد اللهم انه منكر حنا اخويا راه مأزمين بزاف وكنطلبوا من المسؤولين يدخلوا لينا في هذا الامر راه حنا ولات خاصنا مقبره دابا حنا العائله الناس في القبيله شنو قالوا لكم الناس في القبيله اخويا كل شيء كيقول اي واحد سمعك يقول لك اللهم انه منكر هذا راه منكر ما تقبلوش هادشي كاع كله هذا راه منكر هذا الانسان اللي يحبس الارض ديال الموت راح علاش راح شومه اي واحد اخويا حنا تاثرنا بزاف وما غاديش نقول لك انا راه ديك النهار الناس كيفاش تعاملت معكم في العزاء العزاء اخويا هذاك السيد ما جاش كيفاش تعاملوا معاكم وعارفين شنو وقع شنو كانوا كيقولوا كل اي واحد كيقول لك واش هادشي واش هادشي راه هادشي راه كاين ناس اخرين ولاو كيقولوا لينا هادشي راه كيما وقع لكم غيوقع لينا حتى حنا ناس اخرين كيقول لك اودي هادشي اللي وقع للاب ديالكم حتى حنا ما ربنا يقدر في بعض الايام الا تناقش معاه شي واحد ولا شي حاجه حتى حنا راه غادي يمنعنا من الروضه هادو هما الناس اللي ولات كتقول دابا حنا راه اللهم انه هذا منكر احنا مصدومين رحنا مصدومين اخويا رحنا مصدومين حنا ما نكون ما نكذبش عليك راه عالم بينا الله اللي خلقنا بالعائله بالناس اي واحد سمع هذه راه معجزه اخويا هذا الشيء ما نقدرناش نتحملوا الكلمه الاخيره الله يرحم الوالدين كنطلبوا من المسؤولين يدخلوا لينا في هذا الشيء على حساب وليداتنا خاصنا نشوفوا في الغد المقبره اللي غادي نعاودوا ننتميوا ليها نديوا ليها ندفنوا فيها هذا الشيء هذا هو بنا دفناه مع فوق الناس الميتين فوق القبوره ولكن من بعد العائله ديالو والعائله ما احنا خاصنا دابا مقبره احنا خاصنا نقلبوا على المقبره خاصنا ولينا خايفين اخويا خاصنا الحل خاصنا شي حل دابا فين نديرو حنا المقبره قدامنا ما بعيداش منا حتى بشي 100 متر باش بعيده منا المقبره من الدار للمقبره الله يدير شي تويت خير اللهم امين اخويا والله يجعل سيدي ربي هو يدير شي فراج ديال الخير راه اخويا حنا مألمين بزاف وعائله راها مضروره عائله باكمالها مضرورين ماشي الله يرحم الوالدين حنا كنطلبوا من المسؤولين يديروا لينا حل يديروا لنا حل هاد الشيء الله يرحم الوالدين الله يرحم الوالدين مشاهدي قناة شو تي في صراحة فالأسرة كلها متأثرة على هاد الشيء اللي وقع متأثرة لا من حيث الوفاة
ومتاثره لا من حيث هادشي اللي وقع عليهم بسبب الدفن ديال الاب ديالهم واللي تدفن فوق القبور ديال الناس. فهذه كارثه بما تحمل الكلمه من معنى. نتمنوا الخير. ما بقى لي الا نودعكم مشاهدينا الكرام التفاصيل كامله سمعتوها على لسان ديال الابناء ديال هذا الاب اللي توفى. الله يرحمه في النار والله يوسع عليه. وإن لله وإن إليه راجعون. الى اللقاء مشاهدينا الكرام. شكرا 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 الله يرحم الوالدين.